مسلم زعلان لمسلم انت؟ اما طبعا مسلم من اهم اصوات الوطن العربي والله يا جماعه والله العظيم. يعني هو يا رب يا رب معاه الايام الجايه ويوفقه وان شاء الله هو خلاص انا متاكد ان هو بيخلص ورقه وهيدخل اللجنه ان شاء الله وهينجح 100% لانه هو يستحق ان هو ينجح لانه هو صوت يحترم. اكثر اسم استغربنا اصلا انه موجود في وسط الاسامي دي كان هو عشان بس كان شويه ورق مش خالص هو فكره الجيش والموضوع ده تقريبا مش عارف والله بس هو شويه ورق يعني انا ده اللي عرفته وان شاء الله الورق مشكله الورق تتحل وربنا يا رب يوفقه في حياته يا رب. انت اخترت انك تغني مع حمو بيكا رغم ان في فرق رهيب في الصوت ما بينك وبينه فليه بقى؟ حمو قبل ما يتشهر انا كنت عامل معاه غنوه وانا وقفت مع حمو في اول بدايه حياته فهو حمو اخويا يعني حمو اخويا. حمو حافظ لك الجميل؟ اكيد طبعا طبعا حمو مش ممكن ينكر ده لان هو حمو غلبان جدا جدا. تقول له ايه في موضوع النقابه كمان هو صعب؟ اقول لكل الموقفين وكل اللي عليهم مشاكل يا رب يا رب يحلها من عنده ليكم واللي ماشي واللي بيعمل حاجه مش كويسه اتمنى ان هو يركز ويعمل ويقدم الشيء الافضل عشان ما يحصلش كده تاني.